التالت بتاعنا من سلسلة شرح مايكروسوفت أكسس باللغة العربية الخاص بمنهج ICDL، هنتكلم عن التعامل مع الجداول، العمليات الأساسية اللي هقدر أتعامل بها مع الجدول المنشأ مع بيانات الجدول. احنا أخدنا في الفيديوهات السابقة إزاي ننشئ جدول، هنا هنتعامل إزاي نتعامل مع البيانات الموجودة داخل الجدول. لما بيكون عندي قاعدة بيانات بتحتوي على العديد من الكائنات، لو ضغطت على أفرد كده الجداول بلاحظ إن هنا عندي جدولين، وهنا برضو في استعلامات وكذلك نماذج وتقارير. النافيجيشن بين أو قائمة التنقل دي ممكن من خلالها أفتح الجدول عن طريق دبل كليك، بيتفتح في طريقة عرض البيانات، أو أعمل كليك يمين عليه لو حبيت أفتح في عرض التصميم. أنا عندي طريقة فتح عرض البيانات وطريقة أخرى لعرض التصميم. لو فتحت دبل كليك أو ضغطت على فتح بيتفتح لي الجدول. طالما أنا شايف بيانات يبقى الجدول في طريقة عرض البيانات. بإمكاني أبدل من الأداة بين طرق العرض المتاحة، عرض ورقة البيانات، كذلك عرض التصميم وغيرها من طرق العرض. يبقى لو حبيت أعدل في حقول الجدول بإمكاني الانتقال لعرض التصميم، وبإمكاني وأنا في عرض البيانات أدخل على الشريط الجديد اللي اسمه أدوات الجدول وأدخل على الحقول، وبرضه متاح لي إني أعمل تعديلات زي إضافة حقول وحذف وتغيير نوع بيانات وغيره. لكننا هنخصص الفيديو ده للتعامل مع بيانات الجدول. وأنا فاتح الجدول إزاي أقفله؟ ممكن أعمل كليك يمين على اسم الجدول وأختار إغلاق، أو من خلال لو بصيت على الأشرطة أو التاب بلاحظ فيه علامة إكس موجودة، أضغط على إغلاق يغلق لي الجدول المفتوح. لو حبيت أعمل حذف للجدول باجي أعمل عليه كليك يمين وبختار حذف أو إعادة تسمية، لكن بالتأكيد مش هقدر أعمل حذف ولا إعادة تسمية لجدول مفتوح، لازم الجدول يكون مقفول. لذلك لو حبيت أعمل نسخ بعمل نسخ من كوبي، نسخ من هنا أو قص. بما إن الجدول مفتوح القص بيعتبر هيحذفه من القاعدة دي عشان أحطه في قاعدة أخرى، فقال لي هنا لا يمكن أو لا يمكنك حذف كائن قاعدة البيانات الطلاب أثناء فتحه، نفس الأمر. إحنا هنخفي جزء التنقل من الدبل إيرو أو السهمين دول عشان نتفرغ للتعامل مع بيانات الجدول. بلاحظ إن الجدول بيحتوي على بيانات، إزاي أتنقل بين سجلات الجدول؟ الجدول عشان أحدده بالكامل بضغط على العلامة دي بين الأعمدة والصفوف، الزاوية دي بيتم تحديد كامل الجدول. عشان أحدد عمود بالكامل بقف على رأسه زي إكسل بالظبط. العمود هنا في الجدول اسمه حقل. الصف في الجدول هنا بضغط على رأسه بالتحديد كده بيتم تحديده برضه، وده اسمه صف، لكن في قواعد البيانات بنسميه سجل. عشان أحدد أكتر من سجل بالتأكيد معايا أدوات كنترول لتحديد متفرق، وشيفت لتحديد متصل، لكن كنترول مش بتشتغل مع أعمدة أو حقول وصفوف أو سجلات أكسس. معنى إني مقدرش أحدد سجلات متفرقة أو أعمدة متفرقة. التحكم في عرض العمود اللي هو الحقل وارتفاع الصف اللي هو السجل زي إكسل بالظبط، من الخط الفاصل بضغط وبسحب بالشكل ده للتحكم في العرض. طيب الارتفاع برضو من الخط الفاصل بضغط بالشكل ده، طبعا بيتم تطبيقه بالنسبة للصفوف لجميع الصفوف. لو عندي أرقام مش ظاهرة في سجل أو في خلايا أو في حقل معين، حقل تاريخ الميلاد، بالتأكيد بيجيب لي علامة الشباك لما يكون في أرقام مش ظاهرة، لكن ده مش بيتم لما يكون في نصوص مش ظاهرة، مفيش مشكلة بيخفيها. أما بتظهر المشكلة دي، مشكلة الهاش أو الشباك، علامة الشباك لما أرقام بتختفي. عشان أحل المشكلة ممكن أجي على الخط الفاصل وأعمل دبل كليك في نهاية الحقل علشان يتوسع بمقدار البيانات اللي فيه. دي طريقة. في طريقة تانية ممكن أختار من الجروب أو المجموعة اللي اسمها سجلات من خلالها أمر اسمه أكثر أو مور، ممكن أختار في الحالة دي عرض الحقل، ومن خلال عرض الحقل بختار هنا إما عرض قياسي أو قيمة معينة، أو أقول له الاحتواء الأفضل اللي هي بتساوي دبل كليك بالنسبة للحقل المحدد. تم ظهور جميع بيانات الحقل. لإعادة ترتيب حقول الجدول بحدد الحقل
بالضغط كليك على راسه، وبضغط كليك على راسه وبسحب، بلاحظ ان في خط عندي ظاهر، الخط الاسود ده لو سبت دلوقتي ايدي هيتحط حقل الاسم بالكامل بين المسلسل والرقم القومي. دي طريقة لإعادة ترتيب الحقول في الجدول. لو حبيت أحذف حقل أو سجل باجي على راسه وبعمل كليك يمين وبلاحظ أمر حذف. طبعا هنا حذف حقل، لو جيت على راس سجل، سجل رقم 2، بلاحظ حذف سجل. لتغيير اسم الحقل بعمل كليك يمين عليه وبلاحظ عندي أمر اسمه إعادة تسمية الحقل. لو أنا من أدوات الحقول برضو بلاحظ هنا الاسم والتسمية التوضيحية، ممكن أكتب اسم وكابشن أو تسمية توضيحية وكمان وصف أو ديسكريبشن. للتنقل بين سجلات الجدول، الصف الأول اسمه السجل رقم 1 وهكذا رقم 2 وهكذا رقم 3. لو عايز أوصل لرقم سجل معين في عندي تحت شريط اسمه نافيجيشن بار أو شريط التنقل. بلاحظ هنا جاب لي كلمة سجل رقم، قال لي 3 من 300، ده السجل الحالي اللي أنا واقف فيه. علشان أتنقل للسجل السابق بضغط على السهم بتاع الرجوع للسابق، السجل التالي عكسها في عكس الاتجاه. العلامة دي السهم والخط اللي واقف فيها ده اسمه السجل الأول، عكسه بالظبط السجل الأخير. لو عايز أوصل لسجل جديد أو أضيف سجل جديد فارغ بضغط على السهم مع النجمة بيديني سجل جديد، ممكن أوصل مباشرة للسجل الأول. طب عايز أوصل للسجل رقم 200 مباشرة بضطر أكتب في المربع 200 وأعمل إنتر يوصلني للسجل رقم 200 مباشرة. لازم نعرف نافيجيشن بار أو شريط التنقل، ده السجل الأول، بعد كده السجل السابق، هنا السجل الحالي اللي ممكن أكتبه، هنا السجل التالي أزود برقم 1، هنا السجل الأخير. الأداة هنا إنشاء سجل جديد أو إضافة سجل جديد. في أثناء تعديلي للبيانات ومجرد الانتقال إلى حقل جديد أو سجل جديد بيتم حفظ البيانات مباشرة، فأنا مش محتاج أعمل عمليات حفظ للبيانات أثناء إدخالها، لأن بمجرد انتقال لسجل آخر بيتم حفظ السجل اللي كنت بعدله. لكن لو حبيت أحفظ بدون انتقال ممكن أضغط على الأمر حفظ، هو كده كده هيحفظ لو انا اتنقلت. لو عايزه يحفظ قبل ما اتنقل بضغط على حفظ. بالتأكيد عندي هنا اضافة سجل جديد هي الموجودة، وحذف بالتأكيد هحدد هل هحذف البيانات ولا هحذف السجل بالكامل ولا هحذف العمود بالكامل. لتعديل البيانات بوصل للحقل المطلوب في السجل المطلوب، الخلية دي بمجرد تحديدها بالشكل ده بالكامل بيتم استبدال اي قيمة، هنا هكتب اي قيمة، بيتم استبدالها بالكيان موجود قبل كده. ممكن أعمل تراجع لتراجع عن تعديل البيانات. كذلك لو حبيت أعدل البيانات مش استبدلها بضطر أدخل المؤشر للداخل وأحدد الكلمة اللي أنا عايز أدخلها وأعمل لها التعديل المطلوب. بمجرد ما بتنقل بيتعمل حفظ أو أضغط على حفظ أو كنترول اس من لوحة المفاتيح. ممكن أعمل تعديلات تكون مرفوضة من قبل قاعدة البيانات، يعني الرقم القومي على سبيل المثال بيكون 14 رقم، أنا هزود رقم وهعمل إنتر أو هعمل حفظ عشان يقبل الحفظ ده، إداني رسالة قال لي لأ من فضلك انتبه الرقم القومي لا يزيد أو ينقص عن 14 رقم، لابد إني أحذف الرقم الزائد. في بعض حقول الجدول بيكون طريقة الكتابة فيها عن طريق الاختيار، زر اختيار، وبنسمي ده كومبو بوكس. كومبو بوكس لو لقيت سهم زي كده بضغط عليه بحيث اختار بيانات من المعدة مسبقا عشان اختار منها القيم اللي انا عايز اضيفها. وكذلك في الخانة اللي بيكون نوعها تاريخ بيديني زي نتيجة كده او كالندر، ممكن اختار من خلالها تاريخ اليوم لو عايز اسجل تاريخ اليوم مباشرة، او اعدل واختار اي تاريخ انا عايزه وبعد كده بحدده. لو حبيت اخفي حقل الاسم بالكامل بعمل كليك يمين على راسه، وطبعا احنا قلنا لو حبينا نجيب كل ده بنجيبه من قائمة أكثر أو مور في سجلات، وبختار منها إخفاء الحقول المحددة. طبعا عايز أظهره بنفس الفكرة، بعمل كليك يمين وبختار إظهار الحقول، وفي إظهار الحقول بيجيب لي كل الحقول الظاهرة والمختفية، وأنا من خلال تشيك بوكس بقدر أخفي أو أظهر اللي أنا عايزه. كذلك لو حبيت أعمل تجميد لحقل الاسم بعمل كليك يمين وبختار
تجميد الحقول، بلاحظ ان اتحط في الاول. لو حبيت اشوف تأثير التجميد بحرك على المستوى الافقي، وبلاحظ ان حقل، لو صغرت المساحة بالشكل ده بلاحظ ان حقل الاسم ظاهر او ثابت دايما عندي، تم تجميده الاسم بالكامل. ولإلغاء التجميد زي ما تعودنا من نفس المكان، كليك يمين وهختار إلغاء تجميد كافة الحقول. فرز الحقول وتصفيتها من أهم العمليات اللي بعملها، فرز البيانات اللي موجودة داخل الجدول. أفرز البيانات إزاي أو أرتبها إزاي؟ فرز تصاعدي أو تنازلي بحسب الاسم بالشكل ده، بنلاحظ إن محمد جاي في أول سجل. ممكن أجي على الاسم أقول له لأ، اعمل لي فرز تصاعدي. فرز تصاعدي جاب لي إبراهيم في الأول، جاب لي كل إبراهيم. لكن أنا ممكن أعمل فرز كمان أيضا، وبلاحظ إن الاسم بالكامل أصبح عليه علامة الفرز وفيه سهم صاعد، اللي هنا حاصل فرز وتصاعدي. كمان ممكن أجي على الصفوف أعمل لها فرز تنازلي على سبيل المثال، أو تصاعدي زي ما احنا شايفين. بنلاحظ إن السهم صاعد كمان وجايب لي الصفوف الأولى الأول. لو أنا جيت وخليته تنازلي جاب لي الصف السادس في الأول والسهم أصبح نازل. ده بالنسبة للفرز. لو حبيت ألغي الفرز اللي أنا عملته بلاحظ إن في أداة اسمها إزالة الفرز أو مسح كافة عمليات الفرز. أمر التصفية مهم جدا، لأن أنا عندي هنا لو لاحظت إن في قاعدة البيانات عندي 300 سجل. أنا عندي 300 سجل بيحتوي على بيانات متنوعة، بمعنى إن عنده صفوف زي السادس والأول وغيره، والنوع ذكر وأنثى، وتواريخ ميلاد معينة وأسماء معينة. لو حبيت أعمل تصفية بحسب الذكر والأنثى بقف على كلمة ذكر، وعلى سبيل المثال أي خانة فيها كلمة ذكر، ومن خلال الأمر تحديد بضغط وبلاحظ جاب لي هنا، قال لي يساوي ذكر ولا لا يساوي ذكر، ولا يتضمن ذكر ولا لا يتضمن ذكر. هو عارف إن نوع البيان ده نصي، قال لي أنت عايز أظهر لك بس أو أفلتر لك أو أصفي لك البيانات اللي بتساوي ذكر فقط. لو ضغطت عليها ألاحظ إن حصل تغيير في عدد السجلات، واللي هنا 164 سجل كلهم ذكر. لو انا تنقلت بالاسهم، لو عملت كنترول والسهم الاسفل عشان اوصل لاخر سجل، وبالتاكيد طبعا عندي اللي بيساوي هنا السجل الاخير بلاقيه ذكر، والسجل الاول لو رجعت له بلاقيه برضه ذكر. حصل تصفيه وعمل لي اخفاء لكل النوع الانثى. عايز اشيل عامل التصفيه هنا، بلاحظ ان مكتوب عند النافيجيشن بار او شريط التجوال ده، بلاحظ ان قال لي 164، لكن عايز يعرفني ان مش كل السجلات الموجوده. قال لي لا، دي تم تصفيتها، دول مش كل السجلات اللي موجوده عندك. فاضغط على عامل التصفيه عشان الغيه. بلاحظ ان هنا قال لي هيجيب لي عدد 300، هيحسبه ويجيب لي 300، وقال لي هنا لم تتم تصفيته. ده بالكامل، مفيش اي حاجه مختفيه عندك او حصل لها تصفيه. بيظل عندي اختيار اني ارجع تاني ابدل بين عامل التصفيه، تبديل عامل التصفيه اما من فوق من هنا او من علامة تم تصفيته بالاسفل. بلاحظ ان بيعمل لي تبديل. طيب لو حبيت اعمل اكتر من عامل تصفية، يعني عايز ذكور الصف السادس، باجي على الصف السادس واقف عليه وبلاحظ ان في علامة التحديد جاب لي يساوي الصف السادس. بلاحظ ان عددهم في الحالة دي بيحسب اهو وهيجيب لي 55، لكن لو جيت على ذكر وقلت له اعمل لي كمان تحديد اللي بيساوي ذكر، الخمسة وخمسين بيتم اختصارهم ل35، دول أنثى. بالتأكيد أقدر أعرف كام منهم ناجح، باجي برضو على كلمة ناجح ومنقول وبضغط وبعمل يساوي ناجح ومنقول، هيقول لي هنا في الحالة دي 33. دي المعلومة اللي طلعت بيها. إذا الجدول بيحتوي على بيانات، أنا من خلال عوامل التصفية دي بقدر أوصل لمعلومات. المعلومة بتقول إن عندي 33 ذكر في الصف السادس ناجحين. انا طبعا بلاحظ لما بعمل تصفيه ان بيحصل على الهيدنج او الراس بتاعت الحقل رمز التصفيه او عامل التصفيه الفلتر ده، وممكن اضغط عليه. انا فلترت بحسب الصف السادس، ممكن اضغط عليه بالشكل ده واقول له هنا الغاء تطبيق عامل تصفيه من الصف السادس. بلاحظ ان الغيت عامل التصفيه وبدا يظهر عندي كافه الصفوف زي ما احنا شايفين، لكن يظل الحاله ناجح بس هي اللي موجوده، والنوع ذكر هو اللي موجود، وبلاحظ ان العدد اصبح 125. لو حبيت من عامل التصفية الأساسي هنا ألغي كل عوامل التصفية، لكن أكون محدد طبعا الحقل اللي فيه عامل تصفية بالشكل ده، ممكن أقف هنا وأضغط على عامل تصفية وبلاحظ يا إما أعدله أو ألغيه.
طالما فيها عامل تصفية، وأنا بعرف إن في عامل تصفية من خلال الرأس، أصبح الحالة هنا عندي هي اللي معمول لها عامل تصفية، وظاهر تحت هنا تم تصفيته. لو حبيت ألغيه مؤقتا بلغيه من لم تتم تصفيته وأرجع فيه تاني من خلال تبديل عامل التصفية. أما لو حبيت أشيل الفلتر ده من الأساس ألغيه، في الحالة دي بضغط على السهم وبقول له إلغاء تطبيق عامل تصفية من الحقل اللي هو الحالة. يبقى الفلتر أو عامل التصفية طريقة لاستخلاص البيانات أو المعلومات من قاعدة البيانات، أو سؤال بوجهه لقاعدة البيانات. طبعا ممكن أعمل أسئلة متنوعة، وبيكون ذكي جدا. يعني أنا لو واقف في خانة أو في حقل، الحقل ده بيحتوي على قيم عددية وده قيمة عملة، بلاحظ إن الخيارات الموجودة قال لي يساوي لا يساوي أصغر أكبر من، عارف إن ده رقم وقال لي أصغر من وأكبر من. أما لو أنا واقف على نص بلاحظ إن التساؤلات بتختلف، قال لي هنا يساوي لا يساوي يتضمن لا يتضمن. كمان هو عنده ذكاء، لو أنا حددت حرف الميم في أول الكلمة بلاحظ إن بيتم تعديلها بشكل مرن، قال لي يبدأ بحرف الميم ولا لا يبدأ بحرف الميم، ولا يتضمن حرف الميم ولا لا يتضمن حرف الميم. طيب لو حددت حرف زي النون اللي في الآخر بلاحظ إن هنا بيقول لي يتضمن حرف النون ولا لا يتضمن ولا ينتهي بحرف النون. أنا ممكن عايز كل الأسماء اللي بتنتهي بحرف النون بالشكل ده، جاب لي كل الأسماء اللي بتنتهي بحرف النون، قال لي هم 29. كمان عايز اللي يكون بادئ بحرف الميم، بحدد حرف الميم، في الحالة دي بقول له يبدأ بحرف الميم. بلاحظ إن كل الأسماء اللي بتبدأ بحرف الميم وبتنتهي بحرف النون عددهم 10. بيتعرف على التواريخ في عوامل التصفية، وبلاحظ إن قال لي يساوي لا يساوي في أو قبل وفي أو بعد تاريخ معين أو بين تاريخين. إذا عامل التصفية أو عامل التحديد بيكون مرن وبيتغير بحسب نوع البيانات اللي موجود في الحقل بتاعي. أنا عايز مثلا عايز أعرف عدد الأخوة اللي عدد أخوة الطلاب دول اللي بيساوي صفر مثلا، يعني اللي ملوش أخوات مسجلين هنا عندنا. أوصل لها إزاي؟ لو جيت هنا في تحديد بلاحظ إن بما إنه واقف على 4 قال لي يساوي 4، ممكن أقول له بين في الحالة دي وأكون مرن بقى، أقول له بين صفر وصفر وأقول له موافق. جاب لي عدد الطلاب اللي ملهمش إخوات، قال لي عددهم 28. لو حبيت أحدث بيان معين، يعني الطالب ده بقاله مثلا 2 إخوات على سبيل المثال، بلاحظ لو حبيت أحدث البيانات عندي حاجة اسمها تحديث عدد الأطفال اللي ملهمش إخوات، في الحالة دي 28، أنا حدثت بيان وأضغط تحديث، بلاحظ إن عددهم في الحالة دي هيبقى 27. الحقل المسلسل ده ترقيم تلقائي، أنا هنقله في الأول، ولو حبيت أكتب أو أعدل بلاحظ إن هنا بيقول لي الحقل ده ممنوع. جاب لي هنا تعذر تحرير عنصر التحكم حيث أنه منضم إلى حقل ترقيم تلقائي. هنا ما بقدرش أضيف للترقيم التلقائي. طب عايز أضيف طفل جديد أو طالب جديد، ببتدي أكتب الاسم، هو بياخد رقم 301. لو جيت أكتب حسن على سبيل المثال بلاحظ أخذ رقم 101. إذا ما بقدرش أكتب في الحقل اللي من نوع ترقيم تلقائي. البحث داخل جدول قواعد بيانات أكسس في منتهى المرونة والسهولة، عندي أداة للبحث بضغط عليها ببحث عن الكلمة اللي أنا عايزها، بقول له سامح على سبيل المثال. في الحالة دي بلاحظ إن في خيارات افتراضية، قال لي هبحث في الحقل الحالي، فأنا واقف في الحقل بتاع الصف، المفترض كنت أقف في الحقل بتاع الاسم عشان هيبحث في الحقل الحالي ويدور عليه. كمان هيبحث مطابقة الحقل بالكامل، عايز سامح تكون مكتوبة في كامل الحقل، أنا هقول له لأ أنا عايزها تكون مكتوبة في بداية الحقل بس، وبعد كده بقول له بحث عن التالي، بلاحظ إن جاب لي سامح الموجودة في بداية الحقل بس بالشكل ده. بالتأكيد أقدر أعمل استبدال وأبدل سامح بأي كلمة أخرى. خيارات مطابقة الأحرف، حالة الأحرف طبعا باللغة الإنجليزية كابيتال وسمول، اتجاه البحث من أعلى لأسفل، ده كل دي أوبشن أو خيارات في مربع البحث والاستبدال. لكن أنا عندي على شريط الحالة أو جنب النافيجيشن بار أو شريط التنقل في أداة جميلة جدا ومرنة للبحث، ممكن أبحث من خلالها بمجرد ما بكتب الاسم بيتم فلترته وبيبحث بحث سريع زي ما احنا شايفين. هنا بيبحث طبعا في كامل الشيت أو في كامل الورقة اللي قدامي أو الجدول. وزي ما عندي شريط تحت تنقل أو شريط التجوال، عندي أداة في الأشرطة الريبنز اسمها انتقال إلى، الأول السابق التالي الأخير جديد، برضو موجودين في الشريط من فوق أو في الأدوات الموجودة في الجروب أو المجموعة اللي اسمها بحث.
الجروب اللي اسمه تنسيق النصوص لازم يبقى عارفين ان اكسس كقواعد بيانات انا مش بتعامل كتير مع الجدول، انا بنشئ الجدول والتعامل هيكون عن طريق بعد كده نماذج. هنشوف النموذج في فيديو لشرح النموذج ازاي بيسهل لي التعامل مع الجدول. يعني فكرة التنسيقات بتكون مش مطلوبة كتير، لكن لو حبيت اعمل بولد على سبيل المثال بلاحظ ان بيتم تطبيقه على كافة حقول وسجلات الجدول، كافة البيانات، كذلك ايتاليك او اندرلاين بيتم تطبيقه على الجميع مش على المحدد، فأي تنسيق بيتم تطبيقه على المحدد على الجدول بغض النظر عن المحدد. كذلك الألوان بختار أي لون بيتم تطبيقه على الشيت بالكامل، والتعبئة والمحاذاة، لكن المحاذاة طبعا ممكن أعملها على حقل معين بالشكل ده، يتم تطبيقها على حقل معين. أما بالنسبة لتنسيقات البولد والإيتاليك والأندرلاين والألوان بيتم تطبيقهم على كافة بيانات الجدول أو حقول الجدول زي ما بنقول، بما فيها من نوع الخط كامبريا في الحالة دي أو حجم الخط بيتم تطبيقه برضو على كافة سجلات وحقول الجدول. لو حبيت أقفل الجدول بقفله من علامة إكس هنا، بلاحظ إن هنا قال لي هل تريد حفظ التغيرات في تصميم جدول الطلاب؟ أنا عملت تغييرات معينة، تنسيقات وإعادة ترتيب للحقول وغيره من العمليات، ده بيسألني هل تريد الحفظ أم لا، لأن إحنا اتفقنا إن أنا أي تعديل في البيانات مش محتاج حفظ لأنه بيحفظ تلقائي بمجرد انتقالي من خلية لأخرى أو من سجل لآخر أسفل بالشكل ده، والتنقل طبعا ممكن يبقى عن طريق زرار تاب من لوحة المفاتيح، بيتم حفظ التعديلات اللي أنا عملتها بشكل تلقائي بشكل أوتوماتيكي. أما أي تعديل بيتم على بنية الجدول على استراكشر بتاع الجدول نفسه ده اللي بيبقى مطلوب ليه ان انا اعمل حفظ اما من خلال الاداة او من كنترول اس او من خلال ملف واختار حفظ. وكذلك لو جيت اقفل ونسيت هيسألني عن التعديلات اللي انا عملتها لكن في تصميم الجدول، في الحالة دي هقول له نعم هيتم اغلاق الجدول مع بقاء قاعدة البيانات. لو فتحت الجدول هلاقي ايه محتفظ بالتعديلات اللي انا عملتها على بنيته، أما البيانات اتفقنا مش محتاج في تعديلها أي حفظ لأنه بيتم الحفظ بشكل أوتوماتيكي. وجود بعض الأدوات اللي ممكن تساعدني للتعامل مع البيانات زي التدقيق إملائي، بضغط عليها وبلاحظ إن بقدر أتعامل مع القاموس بتاع التدقيق الإملائي زيه زي الوورد وزي الإكسل وباوربوينت بنفس الفكرة، بيعطي لي اقتراحات وممكن أتجاهل وممكن أغير أو أقبل اقتراحاته أو كمان أضيف إلى القاموس الكلمة دي. في قواعد البيانات بتتضح مفاهيم أساسية زي التفريق بين البيانات والمعلومات. البيان مجرد مادة خام، قد يكون رقم، تاريخ ميلاد، اسم، بيدخل في حقل معين ما بيكونش ليه معنى بحد ذاته. أما لما بقارنه أو بعمل عليه عمليات أو بستخلص منه معلومة معينة بيتحول إلى معلومات، زي عندي أسماء 300 اسم بعرف مين ناجح منهم، المعلومة في الحالة دي بتكون مثلا 250 اسم. إذا البيانات أسماء الطلاب ودرجاتهم وكل ما يخصهم كل جزء من دول كل قطعة من البيان ده اسمها بيان، أما المعلومة اللي أنا بستخلصها في النهاية. بعد ما خلصنا الفيديو بتاعنا رقم 3 اللي بيتكلم عن التعامل مع البيانات داخل جداول أكسس، ننتقل للفيديو التالي، نشترك في القناة، نتابع كل جديد، نكمل سلسلة تعليم أكسس باللغة العربية.